السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حباب قلبي بكل خير. معنا استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برد العذراء، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. كل احبابي في الله، الفيديو بيجيب مشاهدة، البركة فيكم بفضل يعني بعد ربنا. فاتمنى من احبابي في الله بيجيب مشاهدات الف الف، وحدا بلاقي 50 لايك او 60 لايك ففضل وليس امر المستمعين. ادعم الفيديو باللايك احبابي في الله، وانزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ونشوف الصورة، صورة الحج، ربنا يكرمكم بالحج ان شاء الله باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف، عندك امور هنا ستحدث في حياتك، لازم تخلي بالك منها، حاجات هتحدث قدامك تخلي بالك منها، علشان هتعرف اشياء او هتعرف حاجات كثيره، هتوضح قدامك حاجات كثيره. اول شيء السحر اللي عندك، السحر اللي عندك راح ينقلب على الساحر، راح ينقلب عليه، وفي خطوه راح ينقلب بإذن المولى تعالى، هينقلب على السحر. ومن ذهب إلى الساحر، لأن أرى خروج شيء من بيتك معه الشر، معه الحسد، معه السحر، هيخرج من بيتك بإذن الله تعالى، لأنك تعبت، يئست، عندك إحباط، عندك تعب، عندك ضيق، عندك ألم في المعدة، صداع غير منتظم، عندك ألم في الظهر، في الرجلين، أكثر حدا الضيق وأكثر حدا المشاكل للمنفصلين بسبب السحر، واللي متزودين المشاكل، واللي لسه ما تزودتش، ما فيش اكتمال معاك في أي شيء. عندك مبلغ مالي، أول حاجة في مبلغ مالي دايلك، المبلغ المالي ده هيفك كرب معاك أو يفك زنقة أو يفك حدا معاك، في مبلغ مالي دايلك كويس، ممكن نقول مكافأة أو ردوع دين أو حوالة، في مبلغ مالي دايلك بإذن الله تعالى. عندك عتبة جديدة، العتبة جية مسكن أو عتبة جديدة فيها راحة ليك. عندك هنا حد حيران، أرى الحبيب، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك كمان. في نقلة عندك وتغير جذري بأمورك، يعني عندك حاجات كثيرة فيها الفرحة ليك، لأنك يئست، تعبت، حصل مشاكل معاك كبيرة، حصل معاك تعب كثير، تعبت، بتقول امتى؟ بتقول هانت، عمال تصبر في نفسك، تقول هانت ان شاء الله بكره تنحل، وهتنحل، هتنحل. في مكالمة ديالك، المكالمة دي فيها شغل ليك او وظيفة، في وظيفة عندك، ديالك وظيفة او شغل او حاجة من سبب المكالمة دي. في شراء بيت، شراء بيت او تغير محل إقامة، منكم بعاوز يشتري بيت او عايز يشتري مسكن او عايز ينقل من المكان اللي فيه، عندكم شراء منزل بإذن الله تعالى او شراء بيت بإذن الله، وفي تغير إقامة. في شفاء من مرض، من مرض واستقرار صحي لحد قريب على قلبك، عزيز عليك، اهلك، من قرايبك، من اصحابك، اصدقائك، ده عزيز على قلبك. عندك نصرة برضه، يعني هتنتصر باذن الله تعالى، الناس دي اذتك، كسرت قلبك، درحتك، خزت مالك، اذتك كتير، تعبتك، وانت مش عارف تاخذ حقك، عندك نصرة بإذن الواحد الأحد، عندك نصرة بإذن الله تعالى. بس أرى في أراكم يعني تعبانين، وتفكيركم مشتت، عمال تفكر 24 ساعة، محتار، مش عارف تاخذ قرار، تعبانين وتفكيركم مشتت. بس في أيام حلوة، في تغير للأفضل، في مشكلة عاطفية حصلت، في مشاكل عاطفية حصلت أو مشكلة عاطفية حصلت ما بينكم، وعدم استقرار، هدي نفسك وبالهدوء، كل حاجه راح تنحل، بلاش العصبيه، بلاش المشاكل، هدي نفسك، كل حاجه هتنحل، لان ارى عندك كل ده من سبب السحر. في شفاء من السحر او من المس القديم، في منك البنات او اخواتنا الشباب، في مس عندك قديم، مس قديم، في شفاء من السحر او من المس القديم، في شفاء من السحر او من المس القديم عندك باذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. انتم بس عليكم مراقبة، عليكم مراقبة، في حد بيراقبكم، عليكم طاقة مراقبة، في حد عمال يراقبكم، يعني خاطط عينه عليكم، عايز يوصلكم بأي طريقة، عايز يوصلكم، ده عمال يراقبكم مش كويس، الشخص ده بيحاول يأذيكم، عمال خاطط عينه عليكم بيراقبكم الشخص ده. بس هنا عندكم يعني الشفاء لأحد الأقارب، الشفاء لأحد الأقارب، بلاش الكسل، بلاش الخمول اللي عندك، اخرج من الطاقة اللي انت فيها، اخرج من الطاقة اللي انت فيها، اخرج منها، اطلع من الطاقة دي،
بلاش الطاقة، عشان عندك سوف تفاجأ، عندك هتفاجأ في حدا ديالك، روحك هتحيا من جديد. الأشخاص المناسبين في طريقهم ليك، سوف يحدث كل شيء فجأة، لأنك تستحق، إنك تستحق هذا، أنك تستحق لأنك صبرت، كفحت، وصلت لهدفك، ساعدت ناس كتير، مش استنيت منهم المساعدة، لكن أنت ساعدت الناس كلها. حب الخير للناس عندك، روحانياتك شديدة. حافظ على روحانياتك. إزاي؟ بلاش الكلام. انت عندك احساس كويس، بتحس بالحدا قبل حدوثه، بتحس بالشخص اللي قدامك ان كان صادق او ان كان كذاب، بتشعر بالشخص اللي قدامك، بتحسه قبل ما يتكلم، تبقى انت عارف عايز ايه او عينه فيها ايه. واكتر حدا رؤيتك المنامية، حافظ على رؤيتك المنامية. حافظ عليها ازاي؟ بالاذكار الصباح واذكار المساء والتحصين قبل النوم، لان الشيطان بينسيك، لان فيها طرق صحيحة ليك او اتجاهك للطريق الصح ليك، بس الشيطان بينسها لك، السحر او المس بينسها لك، فانت حاول تخلص من السحر او المس عشان تقوى روحانياتك وتتعلم. يمكن عندك كمان هنا في تغير في حياتك، ممكن يكون كليا حياتك تتغير، المكانة عالية كمان بفضل الله تعالى، عندك فترة انتقال للأفضل، يعني تخص حياتك العاطفية أو الأسرية، في عملية شراء، بتشتري إيه؟ أرى في عملية شراء بيع أو شراء ناجحة، في عملية شراء أو بيع دي ناجحة، فيها نجاح ليك، يعني البيع ده أو الشراء ناجح بإذن الله تعالى، عندك يعني طاقة شراء أو طاقة بيع، هي ناجحة، أو مشروع، أو في مكافأة ليك. مكافأة أو هدية، هي خلاص ما بين إيديك، المكافأة دي من بين إيديك أو خلاص يعني بين إيديك، وخروج الشر من حياتك، والست دي راح تنشغل بعيد عنك، هتنشغل بعيد عنك. انت طبعا عايز تحصن نفسك منها، عمال تفكر طب ازاي ابعد نفسي منها ما خلاهاش تأذيني، هي هتنشغل بعيد عنك، ربنا يشغلها بعيد عنك بالمرض اللي هيديلها او بالتعب اللي هيديلها، هتنشغل، هتنساك، مش هتعرف توصلك، مش تعرف تأذيك تاني، هتنشغل بعيد عنك. ورجوع حق ليك، حقك رادع، حقك رادع، مهما توصل مهما تعمل حقك رادع لك بإذن الله تعالى، حقك ليك رادع، لأن أرى الدمعة نزلت من عينيك بالدعاء، وحسبي الله ونعم الوكيل كانت مكررة على لسانك كثير. حقك رادع بإذن الله تعالى، ونصر على الظالم ببركة ذكر الله، ببركة ذكر الله. في خبرين هنا حلوين، الخبرين دول حلوين يسعدوا قلبك في الطريق ليك، في الطريق ليك. هم الخبرين عند في عودة للمنفصلين، في عودة، أرى في عتاب، لا عتاب ما بينكم، عتاب حد وسطيكم متدخل، وحدة أو واحد متدخل وسطيكم وحصل ما بينكم عتاب أو مشاكل، حصل ما بين هيحصل، وفي عودة، في عودة، في عودة ليكم، يعني عودة بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. في عندك هنا العتبة دي اللي هتشتريها، لأنها اشتراك البيت، بيشتري منزل، المنزل ده هو اللي هيكون فيه الراحة ليك، أراك يعني فرحان، سعيد، سعيد. عندك حل مشكلة كمان، المشكلة دي كانت مشكلة دي كبيرة، كانت مدمرة حاجات كثيرة في حياتك، عندك هتحل المشكلة دي، المشكلة دي خلاص حد هيتدخل معاك وهتحلها، هتحل المشكلة دي خلاص، بس هي مشكلة كانت ممكن توقعك في وقعة كبيرة. والمريض اللي عندك راح يشفي، اللي انت زعلان عليه هو عندك يعني، بس احتفظ، عندك حلم مزعج معك، ممكن تحلم بكلاب، حيوانات، ثعابين، اسود، رؤيات منامية تعباك، عندك رؤياتك المنامية يعني هي من السحر، اخواتنا في الله، اخواتنا في الله من السحر. ورؤيتك للامور اللي حواليك صح، رؤيتك للامور اللي حواليك صح جدا، وتوقعاتك في محلها، توقعاتك اللي بتوقعها في محلها، لان قلت لك عندك روحانيات عالية، فتوقعاتك للحدا اللي حواليك صح، وتوقعاتك كمان في محلها، كل حاجة بتتوقعها. طاقتك السلبية اللي عندك دي، اللي الغيمة اللي حواليك، الغيمة اللي على عينيك، اللي مش خلاك عارف تركز، عارف توصل لهدفك، هتخلص من الطاقة السلبية، لأن طاقة إيجابية قد مليكم، النور هيكون حواليك، وهيكون حواليك يفتح لك جميع الأبواب، طاقة النور حواليك، الطاقة الإيجابية دي خلاص قد مليك، عندك إحساس بالقوة طاغي. عندكم هنا في اختبار من ربنا انت بتمر بيه،
انت بتمر بيه، وعايزك محتاج يعني تحكم عقلك وتلغي قلبك ده، تلغي قلبك علشان تمر بسلام من الاختبار وهتوصل لهدفك، هتوصل لهدفك بإذن الله تعالى. في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك، الشخص ده يعترف لك بالحب، الشخص ده هيعترف لك بالحب، في اعتراف يعني بالحب ليكم، او ممكن يعني او ربما تكون صداقة او علاقة عابرة تتحول لموضوع يعني جد يعيد لحياتك الفرحة. يعني انا في زعل دواك، زعلان، في زعل دواك، وبتحاول يعني تضحك وما تظهرش ضيقتك، صدقني ربنا يعونها عليك وهتعدي على خير، وعوض ورزق كبير دايلك من ربنا بيكون قريب منك بإذن الله تعالى. بعد التعب والعذاب سنين خلاص هانت ديالك النصرة. أراك برضه يعني زعلان على أحباء أطفالك أو زعلان على أخواتك، حصل ما بينهم مشاكل، مكسورين، مجروحين، بتحاول تساعدهم على قد ما تقدر، بتحاول توصلهم للهدف الصح، بتحاول تخليهم مع بعض أو ما يبعدوش. إن شاء الله كل شيء هيكون في في ظنك بإذن الله تعالى، وربنا يشغل هاي الساحرة أو هاي الست عنك، ربنا يشغلها بمرضها، بتعبها هتنشغل عنك، وستفادى بالأفراح والقادمة، لأن الفرحة في أرض بيتك. فرحة يعني انت منتظرها، منتظر الفرحة دي، هي في أرض بيتك الفرحة، ممكن تخطوبة لما زواج بإذن الله تعالى، في بشرة بمولود، بشرة بمولود إن شاء الله. لو بتفكر في المولود أو الأطفال، وعندكم أطفال في فرحة، في فرحة بأطفال إن شاء الله، يكون نداح في المدارس بإذن الله تعالى، عنده نداح في امتحاناته، أو بشرة بأطفال جديدة بحمل، ستبدل كل أحوالكم بإذن الله تعالى للأحسن، ستبدل. بابك خلاص، باب الحظ، باب الفرحة، الباب اتفتح قدامك، الباب اتفتح، يعني هك كل شيء، واللي يعني اللي مزعلك وانت يعني في حد مزعلك برضو، الشخص اللي مزعلك يعني انت مش عارف تعاتبه، مش عارف يعني، في حد زعلان انت في قلبك منه، قلبك مكسور منه، وهو معاك، هو معاك بس انت مش عارف تعاتبه او مش عارف تعاتبه، لانك خايف برضو على زعله، خايف على زعله، مع انك انت زعلان بس مش عارف تعاتبه لانك خايف على زعله، لان براك برضه مريت بطائفه يعني برضه ماليه مريت بيه، وربنا كرمك ورزقك بمال لم يكن في حساباتك، وعندك برضه يعني الفرحه ديال، وطاقه المال قويه، طاقه المال قويه، يعني هناك مبلغ مالي ممتاز كويس، يعني المبلغ ده قدامك خلاص ثلاث خطوات، انت كنت محتاجه، كنت محتاجه بإذن الله تعالى قدامك المال. اللهم صل على سيدنا محمد. في حاجة حلوة قوي هتحصل معاك قريبة انت منتظرها بفارغ الصبر، ودي هتخرجك من الزعل اللي انت فيه، لان انت زعلان وقلبك مكسور، هتخرجك من الزعل اللي انت فيه، هتخرجك. في شخص هنا بيحبك قوي، بيحبك قوي، الشخص ده بيحبك قوي، لكن اراه بعيد عنك، مش عارف يقرب منك، او مش عارف يوصل لك، او مش عارف يقرب منك. ان شاء الله تكون حياة جديدة ما بينكم بإذن الله تعالى. القلق اللي عندك والخوف، رجل قال وعلى حد مسدون، او عندك اوراق بتخلصها في المحاكم، او حد مريض، او حد مسدون على قلبك، او قريب يعني على قلبك او عزيز عليكم، في مكالمة هتفرحك بسببه، يعني مكالمة هتديلك هتفرحك بسببه المكالمة دي، ممكن يكون خروج، هيخرج من الأزمة، أو تم شفائه، أو تم العملية بنجاح، أو هكذا. في مشروع أنت داخل فيه، مشروع شغل، وظيفة، مشروع عمل يخص المال، ومكالمة تخص السفر، ومكالمة حل مشكلة معاك، المشكلة دي ممكن نقول تخص العمل أو علاقة الحب. في مقابلة هنا، مقابلة مع الأسرة، او اجتماع يعني، او اجتماعات اجتمعوا مع بعضيكم، او اجتماع مع بعضيكم، يعني افضل ما تقولش الحد او تعزم حد، خليها ما بينكم او ما بين بعضيكم الاسرة هكذا، لان العيان يعني كثيرة، الناس الحسودة اكتر من الناس الحبيبة. ستفادى لانك يعني ستفادى بفرحة قدامك، لانك صبرت كثير، تعبت كثير، استحملت ما لا يستحمله احد، استحملت كثير التعب اللي هكذا، المشاكل، حمل على اكتافك، كنت حامل او شايل المسؤولية لوحدك. يمكن عندك تغير كمان يعني حياتك كلها للافضل،
هذا الأسبوع ده هتتغير كل حاجة معاك بإذن الله تعالى. الفرحة تدخل بيتك وهتردع الأمان والفرحة راح تردع لبيتك. يعني من الصعب إن حقك يروح، من الصعب إن حقك يروح، حقك رادع، حقك ديلك، حقك ديلك وردع لك كل حاجة. يعني أنت هنا على موعد مع الضحكة مع من قلبك. هناك يعني شخص أراه يحبك والشخص ده عايز يوصل لك وبيحبك قوي. يعني حصل ما بينكم كلام أو مشاكل أو هكذا، وهو بعيد دلوقتي حاليا بس عايز يوصل لك بأي طريقة. احذر يعني ما تخسروش، راح تكتشف كل حاجة، انكشاف عندك أسرار، أرى في ظهور أشخاص على حقيقتهم راح يظهروا وراح تعرفهم وهتكون مصدوم فيهم، وهم دول هم بعض المقربين راح تعرفهم من الناس اللي أذتك، من الناس اللي بتحاول تأذيك هتعرفهم، هيكتشفوا قدامك كل حاجة، راح تكتشف قدامك وهتعرف وهتظهر الناس على حقيقتها قدامك. عندك نجاح برضو كبير في الطريق ليك، عندك نجاح كويس، عندك نجاح في العمل أو في الدراسة، في نجاح، عندك طاقة نجاح بإذن الله تعالى. في رسالة حلوة، رسالة حلوة قوي هتذيلك، هتفرح قلبك رغم ان دواك كل الزعل، رغم ان دواك حزن كبير وهموم كثيرة شايلها بقلبك. ربك هو وحده اللي عالم بحالك وهيفرجها عنك عن قريب بإذن الله تعالى، عن قريب راح تفرق. على الصعيد العاطفي هنا الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب لانك كثير الليونه في تعامله معه. في فلوس ديالك، فلوس ديالك يعني هتدي لك خلاص، هتكون مكافاه او ربح او حاجه زي كده. عندكم هنا يعني في خيار كثير ديالك هيغير حياتك فوق ما تتوقع، فوق ما تتوقع. الايام المقبله ستكون عباره عن يعني فتح الابواب اللي كنت بتحاول تفتحها، فتح الابواب المغلقه اللي انت دي بكون بتحاول تفتحها باي طرق راح تنفتح قدامك. فاستغل كل الفرص اللي تقع امامك، استغل كل الفرص صح اللي تقع امامك حتى توصل لهدفك او توصل للطريق اللي انت عايز توصل له. في علاقه جديده كمان، في علاقه يعني جديده دي حلوه مع شخص بتشعر معاه بالسعادة وبالراحة وبالاطمئنان. في تطور علاقتكم للارتباط رسمي بإذن الله تعالى. في شخص عاوز يستغلك خلي بالك منه، في شخص أراه عايز يستغلك في عملك أو عايز يستغلك في حاجة كثيرة أو يسحب منك مال أو يستغلك، خلي بالك منه. حقك ردع لك، حقك ردع لك. عندك طريق سفر، عندك طريق سفر قدامك حلو، السفر ده كويس يعني هيكون في اصدقاء او سفر لشغل. في عندك سفر، عندك هنا اللي انت زعلان عليها، انت زعلان على حد، يعني حد زعلان عليها او حد مسدون، حد يعني عنده سدن او مسدون او مريض او تعبان، انت زعلان، عندك طاقة زعل كبيرة، عندك طاقة زعل كبيرة، ربنا يشفيه وهيخرجه من المحنة اللي هو فيها بإذن الله تعالى. عندك هنا لديك يعني بشرتين حلوين أحلى وأجمل من بعض، هيفرحوا قلبك وهيرد روحك تاني من أول وجديد. الأولى، الأولى يعني بعد 7 أيام، بعد 7 أيام بإذن الله تعالى، والتاني بعد 9 أيام. ممكن 7 ساعات او 7 ايام هكذا، لان قدامك 7 خطوات و9 خطوات. لديكم يعني هنا اموال قادمة وتعويضات، لديك في رفعة لمكانة عالية، المكانة دي عالية يعني في عملك ورجوع الثقة بنفسك في ترقية او عمل انت مقدمه على وظيفة او في زيادة ربح من العمل، في حاجة دي تخص العمل دياله. يعني أراكم هنا، بس انتوا هنا يعني غير مهتمين، مهتمينش بصحتكم الفترة دي، يعني الفترة دي مهتمينش بصحتكم، حاول تستهم بصحتك هكذا. عندك هنا برضو انت هتسامح ناس، هتسامح الناس دي، الناس دي مع انها ظلمتك بس حقك هيكون ردع لك، فانت يعني راك هنا هتسامحهم لانك خلاص يعني ما بقتش يعني محتاجهم ولا بقتش شيء، لانك يعني مشيت في طريقك وما بقتش تبص لوراك، خلاص تركتهم.
عندك هنا برضه يعني هناك يعني بعض الأشخاص بتحقد عليك، بتحقد عليك وتتمنى ليكم الضرر والأذى، تتمنى ليكم الضرر والأذى. الناس دي أرجوكم يعني لا تثقوا ولا تخلوا دائرة معرفتكم تتسع، كما كنا بلاش كل اللي في قلبك يكون على لسانك. هناك من يضحك في وجهك، يضحك في وجهك، ولكن هو يتمنى ليك الخراب، يتمنى ليك الحزن، يتمنى ياخذ النعمة اللي معاك، يتمنى ياخذ كل حاجة منك، هو اللي يكون أحسن منك. وراك برضه ماشي في طريق، أنت الطريق أو أنت الطريق دي صحيح، الطريق دي ماشي فيه، طب ماشي في طريق صحيح. ربنا هيسخر لك ناس هتسبب ليك الفرحة ليك، وهتعرف يعني وهتعرف ان طريقك صحيح، وكمان هتتعرف على اشخاص جديدة هتخليك في ارتياح معنوي ونفسي جديد. عندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في اختلافات ما بينكم، في اختلافات ما بينكم وبين الحبيب، او اختلافات ما بينكم وبين حد عزيز على قلبك او صديق، حاول يعني تحلوها الاختلافات دي، حاول تحلوها. عندكم هنا رجوع من شخص، رجوع شخص دي نادم على فراق، ندمان بعد فترة طويلة من الانقطاع، وحابب يعني أراه يبدأ معكم علاقة جديدة، أو حابب يبدأ معكم قصة جديدة أو حياة جديدة. هذا القراءة أحبابي في الله عامة، خذ اللي طابق عليك واللي طابق، اللي مش طابق عليك سيبه للآخرين، بس فضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله. بسم الله الكش. عندك هنا اكتشاف يعني أسرار وفتح كلام قديم، ويعني ورا ظهور هنا تظهر قدامك حقائق هي في مصلحتك انت على فكرة، يعني هي في مصلحتك، وهذه الامور الفترة دي هتحصل، هتظهر قدامك، هتكتشف اسرار، والكلام هيتفتح قدامك، والكلام دي كان قديم يعني وهيتفتح الايام دي. في عندك هنا فترة انتقالية، يعني فترة انتقالية بتمر به تخص حياتك يعني، ومحتاجك يعني ومحتاج منك الهدوء وعدم التعامل الكثير مع الناس، يعني الهدوء وحكم عقلك وهكذا، وتعامل بهدوء وصح. في عندك استمرار هنا في تساقط، او عندك استمرار في تساقط الشعر ووجع اسفل الظهر وتعب وخنقه وضيق وصداع. وعندكم يا برضو احلام بالحيوانات او احلام بالثعابين وافاعي. عندك في المنام برضو انت شفت اللي سحرك، او شفتي اللي سحرك، شفتي اللي اذاكي، رأتي في المنام. منكم برضو من راى اللي سحره او اذاه او اللي بيزجيه السحر، في سحر عندك، سحر، السحر ده هو اللي عامل هكذا. بس هتنتصر، عندك انتصار على الظالم، هتنتصر عليه، ربنا هيبليه باللي يخليه ينساك. عندك رجوع حق ليك. في منكم برضه هنا انفصال من علاقة مؤذية، علاقة مؤذية هتنفصل منها، وربنا هيعوضك خير، صدقني هتلاقي الخير دي دايلك، دايلك الخير، دايلك بإذن الله تعالى. عندك هنا برضه بدأت يعني تتعامل بهدوء مع مشكلة، المشكلة دي عائلية، وتردع عن تفكيرك الزائد واتركها لله، هتنحل، هتنحل، هتنحل بإذن الله تعالى. عندك هنا المشكلة دي يعني ما بين الأهل أو ما بين القرائب، يعني هتنحل الأمور دي، هتنحل بإذن الله تعالى. بس حكم يعني عقلك، قلني أنت عارف إيه مشكلتك، يعني أنت عارف إيه مشكلتك، أنت يعني محتاج حد يراه برضو، يعني حد يحس بيك قبل ما يعني يحبك، وبرضه يعني كسرة قلبك دي يعني راه عندك برضه، انت محتاج حد يهتم بيك او بأدق تفاصيلك ويرعاك، يعني انك يعني شخصية بتتأثر بسرعة، وممكن يعني كلمة تخليك في سبع سماء، وكلمة تخليك في سبع أرض. محتاج شخص يعني يتعامل معاك بصدق، شخص يعرف نقطة ضعفك ويقويك مش يستغلك، يعني محتاج حد يكمل معاك مش يعني يدعي عليك.
يرعى معاك كلامك، يكون معاك ويدي معاك، يحل معاك العصبية أو الضيقة، ويفهم يفهم ايه خايف من ايه، او وجعك ايه، او حزنك ايه. شخص يحترمك ويصونك في غيابك او هكذا، او في حضورك. يعني محتاج حد يفهمك، يفهم ضحكتك، يفهم كل حاجة عندك. على رأيك برضو انت مش محتاج الكلام يعني، بس محتاج حد يكون معاك كويس. عندك يعني بشرة، برضو عندك بشرة وقضاء حادث وخبر حلو. الخبر ده انت مستنيه، انت منتظره. الخبر يكون نجاح او وظيفة او بشرة بإذن الله تعالى قادمة قدامك. خلاص يعني عندك هتزداد حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة، يعني هتحصد الثمار عمل السابق، هتحصد الثمار، هتحصد كله بإذن الله تعالى. وهتفرح وهتكتب بداية جديدة فيها الفرحة، فيها السعادة، تفتح قدامك الأبواب في انفراجات رائعة. وعندك تغيرات كثيرة في حياتك، يعني عندك طريق سفر، طريق سفر غير متوقع وقادم ليك. عندك طريق سفر غير متوقع يعني وقادم ليك بإذن الله تعالى. استعد للفرحة والمفاجآت، راح يطرق بابكم الحظ. يعني في أرض عندكم، في أرض بيتكم فيها الفرحة، في عندكم يعني خطوبة أو بشرى فرحة بمولود أو زواج أو ارتباط ليك أو ليك أو لابنك أو لأختك، في ارتباط وفرحة في أرض بيتكم. عندك قلق واضح في ملامحك ووشك، بس يعني انا سايبك هنا يعني بكثرة التغيرات اللي حصلت حواليك او المشاكل او الكلام اللي سمعته. اترك الامور وبلاش التفكير الكثير، بلاش التفكير الكثير، وسيب الناس في حال. عندك هنا بتتفاجأ برزق دايلك، يعني مشروع دخلت فيه او في رزق دايلك غير متوقع ومال. يعني عندك مشروع انت داخل فيه او مقدم على وظيفة او مقدم على مال، لان في مال دايلك. عندك هنا مقابلة او لقاء او مكالمة هاتفية مع الحبيب، يعني ارى في توضيح ما بينكم، امور عتاب ما بينكم، في امور عتاب او توضيح كلام او تفسير كلام، يعني ما بينكم عتاب او توضيح امور وصلح، في صلح ما بينكم. في فعل خير انت عملته، يعني عملته رد فعل الخير دي كبير ليك انت، ما كنتش متوقعه خلال يعني ايام، خلال ايام. الغيرة والحسد يعني دول، يعني الغيرة والحسد من حد قريب، الغيرة والحسد والساحر ده اللي سحركم من حد قريب منكم. يعني تجنب يعني الحديث او المكالمات مع الناس دي، في حاجة مفقودة منكم، رايحة منكم، لأن أراك يعني هتحصل عليها. الحاجة دي مهمة، كنت فقدتها من فترة، كنت فقدتها الحاجة دي، راح تحصل عليها وراح تلاقيها. عندك حد برضه هنا المسدون ده أو المريض، عليه المريض يعني قريب ليك أو مسدون، راح يشفى بإذن الله تعالى. عندك يعني أو إن كان مسدون راح يخرج من السجن اللي هو فيه، لأن أراك يعني بتدعي له، زعلان عليه، عايز تساعده بأي طريقة، عايز تطلعه من المحنة اللي هو فيه. إن شاء الله راح يشفى وراح يخرج من إن كان مسدون أو هكذا بإذن الله تعالى. أكمل في طريقك زي ما أنت، ديالك الفرحة، ديالك الوظيفة، أو ديالك الربح، أو ديالك السعادة. أنت ماشي في الطريق، الوظيفة دي أو المشروع اللي أنت داخل فيه راح ينجح بإذن الله تعالى. عندك هنا برضه انت انتقال لارض، ممكن نقول انتقال لشراء البيت الجديد، او انتقال لزوجك، او انتقال لبيت زوجك، او انتقال لبيت جديد، لان ارى في طاقه انتقاليه، شراء مسكن او شراء منزل او شراء محل. ان شاء الله فيه الشراء، طاقه الشراء قريبه باذن الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك، وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشتركوا في القناه فليشرفني اشتراككم في القناه وتنزلوا في التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى بنيه الفرح. وان كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعه، الرقم امامكم اللي حابب يشرفنا في التواصل يتواصل معنا، وكل الاعدادات داخل القناه منزلها من قبل.